المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بحضور سياسي وشعبي كبيرين، احتشد المؤمنون مساء اليوم السبت في قاعة الانتصار ببغداد لإقامة مجلس عزاء لروح الشهيد سيد الجنوب طاب ثراه. يوم أمس كان هنالك مجلس عزاء أقامه المجلس الأعلى العراقي يعني على روح السيد حسن نصر الله قائد المقاومة الإسلامية والعربية في حزب الله، اللي أكيد الصهاينة أذاقهم المر لسنوات وسنوات، وكان السيد حسن نصر الله هو من أكثر الناس الداعمين لغزة والداعمين للقضية الفلسطينية وقضية الأمة العربية بشكل عام وشيعة أهل البيت. لذلك أقام المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بمجلس عزاء على روح السيد الشهيد حسن نصر الله.